ازيكم يا شباب؟ للمرة الثالثة ان شاء الله هنكمل في الفيديو ده. ايه هي الفاكتورز اللي بتأفكت عملية الابسوربشن؟ احنا طب بس تعالوا كده نرجع كده بس بالذاكرة بسرعة. احنا خدنا ايه اصلا؟ احنا خدنا اول حاجة في الداتا بتاعتنا بدأنا بايه؟ بدأنا اتكلمنا قلنا انترودكشن للفارماكولوجي، واتكلمنا عن الدراج، واتكلمنا عن فارماكوكينيتكس، عن فارماكوداينامكس، تمام. جينا بعد كده اتكلمنا عن الابزوربشن، وقبل قلت لك قبل ما ابدا في الفاكتورز اللي هتأفكت الابزوربشن لازم اشرح الاول ايه هي الميثودز او الطرق اللي بيتنقل بيها الدواء، واتكلمنا عن كل واحده منهم بشكل مفصل وعن البي كي اي والكلام ده كله. ودلوقتي جه الوقت ان احنا نتكلم عن الفاكتورز اللي بتأفكتنج عمليه الابزوربشن، الفاكتورز اللي بتأفكت عمليه الابزوربشن، تمام. اول حاجه يا شباب عندي، اول فاكتورز هم قسموها لنوعين من الفاكتورز، قال لك فاكتورز ريليتد للدراج وفاكتورز ريليتد للبيشنت، تمام. هنبدأ بالفاكتورز ريليتد للدراج. الفاكتورز ريليتد للدراج يا شباب، دقيقة واحدة. الفاكتورز ريليتد للدراج، اول فاكتور عندنا، على فكرة الفاكتورز دي هتلاقوا منها كلام كتير جدا جدا متعاد قلناه في المقدمة بتاعة الحصة. يعني مثلا اول فاكتور ريليتد للدراج قال لك الليبيد ووتر بارشن كو افيشنت. كو افيشنت يعني ايه الكلام ده؟ قال لك يعني نسبة الليبيد في الدراج ده، او نسبه ان الدراج يكون ليبت سوليبل قد ايه. واحنا ده قلناه في البدايه خالص لما اتكلمنا في السيمبل ديفيوجن، قلنا برضو ان هو ايه اللي بيتاثر بيه موضوع السيمبل ديفيوجن. قال لك بيتاثر بعمليه الليبت سوليبيليتي او عمليه الليبت سوليبل كوفيشنت، اللي احنا قلنا نسبه ليبت على ووتر بنشوفها قد ايه في الدراج، تمام. يبقى الليبت ووتر بارشن كوفيشنت قال لك كل ما الابزوربشن بيزيد كل ما كان الدراج ليبت سوليبل اكتر. جاب مثال عندكم في الكتاب حاجه اسمها الباريوم كلورايد. الباريوم كلورايد ده يا شباب هو عباره عن انسوليبل دراج، وهو انسوليبل دراج يا شباب، فبالتالي ما بنقدرش ناخده اورالي، يعني ما نقدرش ناخده عن طريق الفم، تمام. يبقى الباريوم كلورايد هو عباره عن ليبت انسوليبل، وبالتالي ما بقدرش اخده ايه كذا. يبقى انا عندي اول فاكتور اللي هو ليبت ووتر بارشن كوفيشنت، يعني كل ما زاد كل ما بقى الدراج ليبت سوليبل اكتر كل ما قدر يعدل السيستميك سيركيوليشن اسهل، تمام. وجاب مثال للباريوم كلورايد انه دواء ايه، دواء ليبت انسوليبل يعني ووتر سوليبل. طيب تاني فاكتور عندنا حاجه اسمها ديجري اوف ايونايزيشن. قلنا يعني ايه؟ قلنا يا شباب ان كلمه نان ايونايزد بتساوي ليبت سوليبل، وكلمه ايونايزد بتساوي ووتر سوليبل. فكل ما كان الدراج نان ايونايزد كل ما كان، عذرا، كل ما كان الدراج نان ايونايزد كل ما كان هو ليبت سوليبل، فبالتالي عمليه الابزوربشن بتاعه بتكون اسهل واسهل. طيب تالت حاجه يا شباب عمل الفالنسي. ايه الفالنسي ده؟ قال لك الفالنسي هو التكافؤ، التكافؤ اللي احنا كنا واخدينه في ثانوي. يعني عندنا الحديد ليه تكافؤين، فيرس وفيريك. قال لك ان الحديد او املاح الحديد اللي بتكون في الحاله الفيرس بتكون بيتر ابزوربد احسن من املاح الحديد اللي بتكون في حاله الفيريك، تمام. تمام يبقى الفالنسي هو عمليه يبقى الفالنسي قال لك ان ضرب مثال عندكم اللي هو التكافؤ، ضرب مثال بيه بموضوع الفيرك والفيرس. قال لك ان الفيرس سولتس اللي هي املاح الحديد وهي في الحاله الفيرس بتدوب اكتر وبتكون اسرع في الذوبان من املاح الحديد وهي في الحاله الفيرك. طب ايه تالت حاجه؟ النيتشر اوف ذا دراج. قال لك ان الان اورجانيك مثلا، ان اورجانيك ايرون مثلا بيحصل له ابزوربشن اكتر من الاورجانيك ايرون. واحنا عارفين في الكيمياء العضويه ان كان في ان اورجانيك، مواد ان اورجانيك ومواد عضويه ومواد غير عضويه. فقال لك ان الحديد اللي بيكون ان اورجانيك بيحصل له ابزوربشن احسن من الحديد ايه، الاورجانيك، تمام. اخر حاجه في الفاكتورز اللي بتكون ريليتد للدراج، الدراج ده عامل ازاي؟ سوليوشن يعني هل هو محلول هيمشي بسرعه وهيبقى اسهل، هل هو معلق سسبنشن، او هل هو تابلت يعني حبوب، تمام. وقال لك ان السوليوشن طبعا بيبقى افضل، بعدين السسبنشن، بعدين التابلت. يبقى انا كده خلصت الفاكتورز افكتنج الدراج ابزوربشن، هم عباره عن خمس حاجات. اول حاجه الليبيد ووتر سول، الليبيد ووتر بارشن كوفيشنت يعني الليبيد سوليبيليتي بالنسبه للدراج. تاني حاجه درج ديجري اوف ايونايزيشن، الدراج ده بيحصل له ايونايزد ولا نون ايونايزد. تالت حاجه عملية الفالنسي، الفالنسي يعني التكافؤ. رابع حاجة بتأثر النيتشر اوف ذا دراج. خامس حاجة بتأثر الفارماسيوتيكال فورم بتاعة الدراج، هل هو سوليوشن، هل هو سسبنشن، هل هو تابلت. يبقى أنا كده خلصت على الفاكتورز اللي بتأفكت الدراج ابزوربشن وبتكون ريليتد للدراج. هنيجي لتاني كاتيجوري اللي هو الفاكتورز ريليتد، الفاكتورز اللي بتأثر على الابزوربشن بس ريليتد للبيشنت. هما خمس حاجات برضو. أول حاجة الروت اوف ادمنستريشن، الدواء ده اتاخد ازاي؟ اتقال
ان احنا عندنا كذا روت في ادمنستريشن، بس اكتر روت ممكن بيبقى يحصل فيه ابزوربشن بسرعه، وده طبيعي جدا لانه بيروح على سيستميك سيركيوليشن، هو الاي في، الانترافينوس، الحقن الوريد. حقن الوريد دي يا شباب احنا بنحطها في الدم على طول، بتقوم وصل سيستميك سيركيوليشن ابزوربشن ابزوربد 100%. يبقى اول حاجه، اول روت عندي او احسن روت عندي اللي هو الاي في. بصوا احسن روت عندي اللي هو الاي في. طيب بعد الاي في يجي بعده ايه؟ قال لك هيجي بعده الانهاليشن. انهاليشن اللي هو ايه يا شباب؟ الانهاليشن ده اللي هو عمليه ان انا بستنشق حاجه، من اسمها كده انهاليشن. في بعض البخاخات اللي بيستخدموها الناس اللي عندهم رب والكلام ده. طب يجي بعد الاي في والانهاليشن ايه؟ الاي ام. طب يجي بعد الاي ام ايه؟ السبكوتينيوس. طب يجي بعد السبكوتينيوس ايه؟ اخر حاجه اللي هو الاورال. تمام. وبعد الاورال ممكن مثلا الكريم بقى، لو انا حاطط كريم على السكين او كده. تمام. يبقى احسن، يبقى الروت اوف ادمنستريشن بيأثر لي على عمليه الابزوربشن. لو انا اديت لو انا اديت المريض اي في دوت هيوصل بسرعه، ثم انهاليشن، ثم اي ام، ثم سبكتونيوس، ثم اورال، ثم سكن. يبقى ده اول فاكتور اللي هو بيخص الروت اوف ادمنستريشن. يبقى اول فاكتور ريليتد للبيشن، اول فاكتور ريليتد للبيشن هو الروت اوف ادمنستريشن. واتكلمنا عن الروت اوف ادمنستريشن ان الاي في اسرع من اسرع من الانهاليشن، اسرع من الاي ام، اسرع من السبكتونيوس، اسرع من الاورال، اسرع من السكن. طيب هنيجي نتكلم عن تاني فاكتورز ريليتد للبيشنت، وهو يا شباب الابزوربنج سيرفيس. الابزوربنج سيرفيس هتكلم عن حاجتين، الاريا والفاسكولاريتي بتاعت الابزوربنج سيرفيس والستيت اوف ابزوربنج سيرفيس. يعني ايه الاريا والفاسكولاريتي؟ يعني هل واصل دم كويس للمكان اللي بيحصل فيه امتصاص ولا لا؟ يعني انا مثلا، يعني مثلا يا شباب انا بيحصل ابزوربشن مثلا لمثلا للاسبرين في الاستومك. طب انا بشوف الاستومك دي الفاسكولاريزيشن بتاعها عامل ايه، الدم يعني اللي بيوصل لها عامل ازاي، علشان عمليه الابزوربشن بتتوقف مينلي على ان يكون في دم رايح للاورجان وطالع من الاورجان كتير عشان يبدا يتوزع ويروح للسيستميك سيركيوليشن. فكل ما زادت الفاسكولاريتي كل ما زاد الابزوربشن بتاع الدرج. طب تاني حاجه اللي هي الستيت اوف ابزوربنج سيرفيس. يعني ايه ستيت اوف ابزوربنج سيرفيس؟ يعني حاله الابزوربنج سيرفيس. يعني مثلا لو المعده، مثلا انا عندي المعده بيحصل فيها ابزوربشن للاسبرين. طب لو المعده دي، هل المعده دي لو سليمه تمام هيحصل فيها ايه؟ لو سليمه الابزوربشن هيكون كويس. طب لو مش سليمه السيرفيس اريا اللي بيحصل فيها الابزوربشن ده هيكون الابزوربشن وحش. عندنا بعض المواد او بعض الامراض اللي بتاثر لي على السيرفيس اريا بتاع الاستومك حاجه اسمها اتروفيك جاسترايتس. يعني ايه اتروفيك جاسترايتس؟ اتروفيك جاسترايتس يعني ده واحد عنده التهابات مزمنه في الجدار بتاع المعده. الجدار ده اللي هو اللي بيحصل فيه الابزوربشن مثلا. نتخيل مثلا هو بيحصل فيه الابزوربشن مثلا. طب تفتكروا لو هو مش سليم هيحصل ابزوربشن كويس؟ لا، يبقى الابزوربشن هيقل. تمام. يبقى انا عندي، وهو ضارب مثال عندك هنا في الكتاب، بيقول ايه؟ بيقول ان الستيت اوف ابزوربنج سيرفيس لو الانسان عنده اتروفيك جاسترايتس او حاجه اسمها مال ابزوربشن سيندروم، ده عباره عن سيندروم بيكون فيه الامتصاص فيه قليل. مال يعني ضعيف، ابزوربشن يعني امتصاص، يعني امتصاص ضعيف. الريت اوف ابزوربشن بيقل لو في اتروفيك جاسترايتس او مال في ابزورب او مال ابزوربشن سيندروم. طيب تالت فاكتور ريليتد للبيشنت اللي هو الريت اوف جنرال سيركيوليشن. يعني ايه الريت اوف جنرال سيركيوليشن؟ حاله الدوره الدمويه بتاعه الشخص ده عامله ازاي. يعني في ناس الدوره الدمويه بتاعتهم جميله جدا وماشيه على طول واكتف وكل حاجه، في ناس تانية بيبقى عندهم شوك يعني صدمه، يعني الدوره الدمويه بتاعتهم بتبقى ماشيه ببطء جدا وبتبقى الدوره الدمويه بتاعتهم ضعيفه. بيقول لك ان الناس اللي عندهم شوك دول يا شباب ما ينفعش ان انا اديهم، الناس اللي عندهم شوك دول البريفرال سيركيوليشن بتاعتهم يعني الدم في الاطراف مش بيكون واصل كويس، فيقول لك انك تجنب انك تديله سبكوتينيوس علشان هو اصلا الدم مش واصل كويس للمكان ده، فبالتالي انت تجنب الموضوع ده. يبقى انت بتشوف الريت اوف جنرال سيركيوليشن، يعني تشوف هل الدم واصل كويس جدا جدا للبريفرال وماشي في كل انحاء الجسم ولا لا. لو مش ماشي في كل انحاء الجسم يبقى انت ما لازم ما تديش سبكوتينيوس. رابع فاكتور عندنا يا شباب حاجه اسمها السبيسيفيك فاكتور. يعني ايه سبيسيفيك فاكتور؟ قال لك في بعض الادويه يا شباب اللي بتكون محتاجه لحاجه تانية عشان يحصل لها امتصاص. يعني زي ايه؟ عندي مثلا حاجه اسمها فيتامين بي 12. فيتامين بي 12 ده يا شباب
حاجه رخمه كده شويه، وعباره عن فيتامين بي 12. فيتامين بي 12 ده يا شباب رخم شويه، ما بيقدرش يحصل له ابزوربشن غير لما يجي حاجه اسمها انترنسيك فاكتور. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لك ان فيتامين بي 12 مثلا لو انا خدت اقراص فيها فيتامين بي 12، بينزل فيتامين بي 12 يقف على باب المعده، ما بيقدرش يدخل المعده، لازم يقف على باب المعده ومش عارف هو رايح فين. طب انت يا ابني ادخل المعده، يقول لك لا مش داخل. طب ايه اللي بيحصل؟ تقوم المعده مطلع حاجه اسمها انترنسيك فاكتور، المعده بتطلع ماده اسمها انترنسيك فاكتور. الانترنسيك فاكتور ده يروح يشيل الفيتامين بي 12 ويدخله جوه المعده عشان يحصل له ابزوربشن. تمام، يبقى عمليه الابزوربشن بتاعت مثلا حاجه زي الفيتامين بي 12 هتتوقف على وجود الانترنسيك فاكتور او السبيسيفيك فاكتور ده موجود ولا مش موجود. لو الانترنسيك فاكتور موجود يبقى الابزوربشن هيتم كويس، لو مش موجود يبقى مش هيحصل ابزوربشن للفيتامين بي 12. ده موضوع السبيسيفيك فاكتورز. طب خامس حاجه بريزنس اوف اذر دراجز. قال لك يعني ايه؟ قال لك ان انا عندي بعض الادويه شغلها بيضاد عمل ادويه تانية، او مش بيضاده، بيأثر على عمل ادويه تانية. يعني ايه؟ تعالوا نضرب بالمثال. قال لك ان انا عندي حاجه اسمها دواء اسمه ادرينالين. الادرينالين ده يا شباب بيعمل حاجه اسمها فازو كونستريكشن. فازو كونستريكشن يعني ايه؟ يعني بيقفل الاوعيه الدمويه، بيخليها تعمل فازو كونستريكشن، يعني خلاها تنقبض على بعضها، يعني تقفل. يعني احنا عارفين ان البلاد فيسلز او الاوعيه الدمويه عموما بتبقى عباره عن ماسوره مثلا كده. الماسوره دي ليها اليومن، يعني ليها يعني ليها قطر معين. تمام، القطر ده الادرينالين بيقلله، فبيعمل حاجه اسمها فازو كونستريكشن. تمام، فقال لك ان هو لما يعمل فازو كونستريكشن، انا لو جيت مثلا اديت لوكال انستيزيا. لوكال انستيزيا يعني ايه يا شباب؟ يعني مخدر موضعي. اديت مخدر موضعي في مكان ما والشخص ده واخد ادرينالين، تفتكروا اللوكال انستيزيا دي هتقوم هتأدي مفعولها على طول، توصل للسيستميك سيركيوليشن على طول ولا لا؟ لا. طب ليه؟ قال لك عشان الادرينالين بيعمل فازو كونستريكشن، يعني بيقفل لي الاوعيه الدمويه شويه، فبالتالي حته ان اللوكال انستيزيا تقوم بشغلها بسرعه ده بيأخر عملها، لان في فازو كونستريكشن اصلا للبلاد سبلاي. طيب ضرب مثال تاني، بيقول لك ان الكالسيوم، ان الكالسيوم اللي موجود في البق، احنا طبعا احنا عارفين ان اصلا الميلي الاسنان بتتكون من كالسيوم وكده، بس اصلا عموما لو في كالسيوم يعني زياده، الكالسيوم ده يا شباب بيقلل لي الابزوربشن بتاع دواء اسمه تتراسايكلين، وده حاجه وانت هتاخد تتراسايكلينز ده دواء مهم جدا هتاخدوه بعد كده. تمام، فبيأثر على عمليه الابزوربشن بتاع وجود الكالسيوم ولا لا. طيب يبقى احنا كده خلصنا الفاكتورز ريليتد للبيشنت، اتكلمنا عن روت اوف ادمنستريشن، اتكلمنا عن ابزوربنج سيرفيس فاسكولاريتي والستيت اوف ذا سيرفيس، اتكلمنا عن ريت اوف جنرال سيركيوليشن، وقلنا لو شخص عنده شك يبقى ما ينفعش اديله ادويه في البريفرال او سبكوتينيوس. لو شخص لو في ادويه محتاجه سبيسيفيك فاكتورز لازم او لازم السبيسيفيك فاكتورز دي تكون موجوده عشان يحصل ابزوربشن، لو في دراجز ثانيه موجوده ولا لا. يبقى احنا كده يا شباب خلصنا الفاكتورز ريليتد للبيشنت والفاكتورز بتافكت الابزوربشن ريليتد للدراج، وده خمسة وده خمسة. تمام، قلنا فاكتورز بتأفكتنج الدراج ابزوربشن ليبيد ووتر بارشن كو افيشنت، ده بالنسبة للدراج ريليتد للدراج، الفاكتورز اللي ريليتد للدراج يعني ليبيد ووتر بارشن كو افيشنت. تمام، ديجري اوف ايونيزيشن، فالنسي، نيتشر اوف ذا دراج، فارماسيوتيكال فورم. جينا نقلنا بعد كده على الفاكتورز ريليتد للبيشنت، اتكلمنا عن روت اوف ادمنستريشن، ابزوربنج سيرفيس سواء كان فاسكولاريزيشن او ستيت اوف ابزوربنج سيرفيس، اتكلمنا عن ريت اوف جنرال سيركيوليشن، يعني اتكلمنا عن السبيسيفيك فاكتور، اتكلمنا عن البريزنس اوف اذر دراجز. وبكده يا شباب تكون المحاضره بتاعتنا خلصت، وان شاء الله يعني نلقاكم في حصص تانية، وان شاء الله نتمنى ان الفيديوز دي تكون مفيده ليكم، وانكم ان شاء الله تنزلوا وتحضروا لنا لايف كده، يعني كانت الحصه ممتعه اكتر وبنقدر نوصل معلوماتنا اكتر، وان شاء الله هنستنى منكم الفورم الفيدباك عن الفيديو ده، هتكون موجوده في الديسكريبشن او هتكون موجوده اسفل الفيديو ان شاء الله.